أنا القهوتي المحبوبة، وأجلى بالفناجين، وعود الهندي إلى عطر، وذكري شاع في الصين. شكرا دكتور عيسى أمين. اليوم المحاضرة عن تاريخ وفن القهوة الخليجية. متى ابتدت القهوة الخليجية؟ شلون اكتشفوها؟ في القرن العاشر ابتدت، وكانت تزرع في السعودية أصلها، بين الأجبال بين اليمن وبين حدود السعودية. هي بروحها نباتة برية، وتزرع بروحها تتوالد، لأن يطيح البدر مالها وتطلع بروحها. كان في يوم من الأيام، وأصلها هذه بعدين من كلمة اسمها أرابيكا كوفي، من هني خدت الاسم الأرابيكا، لأنها جاية من أريبيا من السعودية. فهني ابتدت الشخص يمني صار يروح يتاجر في الحبشة، ومرة واحدة اكتشف ان في الطيور وفي الغنم كانوا ياكلون من هاي النباتة، ولاحظ ان يتنشطون، يكونون نشيطين، حركة مالهم تسرع، الطيور بعد. فهني شك وصار يتبحث، لما راح افتر في منطقة اسمها كافة في الحبشة، وهني هذه المنطقة هي زراعة القهوة. من هني أخذ نماذج معه، وأخذ الشجر نقيلة ووداها إلى اليمن وزرعها في اليمن. فمن هني اشتهرت اليمن في زرع القهوة. ومن الحبشة بعد في سواح، ومن اليمن نفس الشيء، الهولنديين نقلوا الحبيبات والشجر بعد، فكانوا يسوون نوع من الجرين هاوس في أوروبا ويزرعون هذه الشجرة مالت القهوة. بعدين انتشرت في القرن السادس عشر، انتشر القهوة اسمها في الشرق الأوسط، في إيران، في تركيا، أفريقيا، إيطاليا، أوروبا، إندونيسيا، وآخر شيء نقلوها إلى أمريكا. لما قال دكتور عيسى موكو هذه معروفة American Coffee، وهذه اللي انشرت والناس يحبونها، بس ما نقدر نعتبرها قهوة خليجية. أنواع القهوة الموجودة حوالي في العالم حوالي 60 نوع من القهوة، بس المشهورة واللي تنشرب هي الأرابيكا كوفي. وفي نوع الثاني كنفرة، هذه يسمونها روبوستا، هذه فيها بعد بس الكافيين مالها مرتفع، معنى القهوة اللي احنا نشربها العادية اللي هي الخضرة فيها نسبة الكافيين من 0 إلى 2.8%. زين، شنو يحصل لما في الحبشة؟ شنو صار بعد ما انتقل هذه الأشياء في الحبشة؟ ما كانوا يستخدمون القهوة للشرب، كان الكنيسة الأرثوذكس كانوا يستخدمونها للعلاج حق الأشخاص المرضى فقط، فما قبل البريست مالهم إن يأخذون يشربونها، ما سمحوا في الحبشة للقرن 17 و18. فهذا نعم ميلاديا. إيه بعدين صاروا يسمونها الأتراك، يسمونها قهوة. قهوة معناته شرب الواين،
اللي هو المبيت. وبعدين عطوها اسم شرب المسلمين، وهاي التعليق من الحبشة على القهوة العربية، إن هذه شرب المسلمين يعتبر مثل الكحول مال المسلمين. فصاروا كل الأوادم يحبون هذه القهوة، وبعدين سمحوا لهم في الحبشة لما وصلوا للقرن 18. بعدين عندنا القهوة انعطت الاسم الثاني غير القهوة، انعطت كافة. كافة اللي هي المنطقة من الحبشة وين القهوة تزرع. بعدين صارت الحبشة تاجر، والتجار صاروا يروحون ويأخذون وينقلون إلى بلادهم، وخاصة الهولنديين كان عندهم اهتمام شديد حق القهوة. كانوا كل ما التجار يجون في محل، الهدية اللي يودونها في بلادهم هي القهوة. بعدين صارت الحين بتكلم عن النبتة مالت القهوة. النبتة مالت القهوة أشوفها، هذه النوعية تسمى مثل الكرز، تشبه الكرامبري. وبعدين لما تزرع هذه النباتة تأخذ لها من 3 لـ4 سنين علشان تورد. الوردة ريحتها مثل الجاسمين، ريحة الياسمين الوردة، وشكلها مثل go up flower. Okay, let's see. Yeah. No. Yeah. This is the flower. وأصلها يشبه الكاموليا، ريحتها الياسمين وشبه الكاموليا. هذه الشجرة بعدين اعتبروها تاخذ لها حوالي من 6 إلى 8 أسابيع عشان تورد، وعشان بعدين تطلع النباتة اللي هي شبه الكرامبري. إيه، على ما تورد وتزهر، وتالي الأقصان مالها ينتشرون مثل الكرامبري. النباتة طولها توصل من 3 أمتار إلى 16 متر، والأطراف مالها عادة يقصونها من فوق علشان شيل الحبيبات يكون صعب، لازم باليد. وبعد ما انشال هذه الحبيبات تنحط، والورق مالها الورق مالها عريض وأخضر، وتحب الرطوبة وتحب المرتفعات وتحب الظلال. من كذي الأوروبيين صاروا يخلونها، أو في أمريكا أو الجو إذا ما كان مناسب لها يخلونها في الجرين هاوس. وعادة تنتج تعيش الشجرة إلى 100 سنة. إيه؟ تنتج إلى 25 سنة، والحبيبات اللي تنتجها 15,000 حبة. هذه مال شجرة واحدة. إذا هذه الشجرة أنتجت، فقاموا يطلعون نوع من النقايل يسوون منها، أو يحاولون بالحبيبات السيد مالها يحطونه مرة ثانية عشان يطلعون، ومن كذي تتوالد بكثرة.
في أماكن مخصوصة كلياته بس للقهوة. شنو الفرق بين القهوة الخضراء والقهوة اللي لونها فاتح؟ إيه؟ فالنسبة الفرق هي الكافيين. إحنا بس نتعامل الحين ويا نوعين من القهوة، اللي هو الخضراء أرابيكا والروبستا. هذين نوعين من القهوة اللي الواحد يتعامل وياهم. وفي بعض الأسامي إحنا قلنا حوالي 60 موجودين. في عندنا الإكسيلا، في عندنا الجالونيجي، البونيتي، والموغانات، والبريكا. هذه الأشياء كلها حق البلند، اللي هي خلطة يسوون، يأخذون شوي من القهوة الخضراء أو الروبستا ويخلطونهم ويا بعض. وهذا اللي نشوف الحين نسكافيه، تري إن وان، كابتشينو. فكانوا يستخدمون هذه الخلطات وانتشرت. احنا قلنا راحت لأستراليا كلها عن طريق التجار، نقلوها وتجارب وحب الاستطلاع، وشافوا ان الاماكن اللي هي كوفي هاوس، احنا هنا عندنا القهوة في الخليج. نطالع نشوف في الدول الخليج شنو قاعد يصير. في الامارات عندنا اهتمامهم في القهوة ويسمونها الخليجية. في السعودية من الحدود بين اليمن وبين السعودية انتقلت إلى مكة والمدينة وانتشرت لدول الخليج عن طريق التجار. فالحين احنا شنو هني نستخدم في البحرين أو في الخليج؟ نوعين من القهوة، اللي هي اليمنية والهندية. هذه كانت تجي الهندية طبعا حوالي 85% تصدر بن لبلاد ثانية. شنو هذا البن؟ بعد ما تنشال الحبيبات تنحط، ينطفونها وبعدين يحطونها في تانكي وحطون ماء عليها تتخمر. لما ينشال الجلد، هو لما تفتحون هاي مثل كرامبري، تفتحونها بطريقتين تلاقون حبايتين، يعني في كل واحدة كرامبري تحصلون حبايتين داخل. يعني من كذي حبة القهوة لها شخط في الوسطة لأنه مقابل الثنتين، وهي تتوالد من الداخل بروحها. عقب ما ظل حوالي 3 أسابيع تنتقل للمرحلة الثانية، يحطونها تي بس، وبعدين حوالي 18 أسبوع بعدها تنتقل إلى المرحلة بعد التجفيف في المخازن. من المخازن تروح إلى التصدير للتجار يوزعونها. هني التاجر يوزع الحب وتروح إلى المحامص، المحمصة. هني الفن مال القهوة يبتدي، التحميص، الدوق، اللي هي أم غامقة ذهبية فاتحة، وهاي بتشوفونه هني. بعدين تقدرون تطالعون تشوفون الفرق بين القلية أو التحمص فيها. طبعا لا فيها دين ولا فيها شيء، بس تمحمص وعلى نار عالية. في المصانع يخلونها بين 150 إلى 240 درجة سنتيغريد علشان تاخذ اللون المناسب لها أو الحرارة المطلوبة. بعد هذه القهوة طبعا تنطحن. الأوليين في البيوت ما ميش مكاين، ما ميش مصانع تجيب القهوة بارزة مثل ما احنا عايشينها اليوم.
فيها شيء اسمه الهاون، يحمصونها من هالجهة وحمصون كمية يوم بيومة القهوة تسوى وحمصونها، بعدين وهي يخلونها شوي تبرد وبعدين يضربونها في الهاون. لما يضربونها في الهاون في طبعا في قدر تصير ناعمة كلش، في قدر يحطون فيه ماي ويطبخ ويحطون القهوة فيه ويطبخ لفترة، وبعدين يزلونه في القهوة. شلون الزلالة؟ عن طريق المنصب التصفية، يخلونه وتنزل هني القهوة، وبعدين يحطون الهيل. وكان أول ما في هيل، ما يخلون هيل ولا زعفران. هذا من التطورات اللي صارت. وعقبها انتشر الهيل، الزعفران، الماي ورد والمسمار. وكان أول أجي للبحرين، كان أول القهوة في المواتم دائما تحتوي على مسمار، والأحزان الفواتح ما يخلون زعفران، ما يخلون هيل ولا ماي ورد، بس مسمار في المواتم كانوا يتباركون فيها. ويساعات المرأة يندرون على قهوة الحسين، فكانوا يأخذون الفنجال وخشونه عندهم لين تحقق حلمهم، يودون شيء إلى الماتم المقصود، أو يأخذون قهوة ويمسحون المريض فيها إيه؟ عشان يبرى الطفل. اعتقادات الطفل، دائما يعطونه قهوة عشان تقوى عينه. عادة عيب عندنا أن الشخص يشرب قهوة وهو صغير، لازم كبير. ليش؟ لأن على الكافيين اللي فيه يخافون الدم به يصير نشيط، يصير يتكلم كثرة. هذاك الوقت كل عيب، لأن حد ضيوف يجون عيب الطفل أو البنت تقعد ويا أمها ويا ضيوفها. فالزمن طبعا متغير الحين بين الفترة اللي ديك الأيام عايشين فيها، وكانت تسوى القهوة على الحطب، يحطون صخرتين والحطب ويسوون القهوة كرب يسوونها. تالي صارت الجولة البريمز والتطورات اللي صارت بعدين، الفرن، الكهرباء، والحين الكتل الكهربائي. والحين كل شيء حط ودوب وامشي، مو في الأول أن المرأة تتعب وهي تسوي القهوة وتفتخر في روحها أن هي سوت هذه القهوة. زين، نجي إلى فوائد القهوة. شنو فوائد القهوة؟ شنو فيها القهوة؟ فيها طبعا النيتروجين، وهي أنتي أوكسيدنت، فيها الكالسيوم، فيها المغنيسيوم، وفيها البوتاسيوم، بس النسبة كلش قليلة فيها. شنو إفادة القهوة ذاك الوقت؟ شنو يستخدمونها بعد؟ لإبعاد الروائح عن الحشرات. فكانت القهوة المطحونة يحطونها في خلق يربطونه، وهني الروائح تروح ما أو تبعد الحشرات. كانوا يستخدمونها إحنا قلنا في علاج، والأشخاص يستخدمونها حق مثلا واحد خلاص ما قادر يشم في أثناء الزكام، فيشم القهوة ريحة الشم ترجع له. وهذا نشاهد اليوم في محلات العطورات، لما قدر الواحد يميز بين عطرين عطول قهوة يشمها عشان يرد يستوعب ريحة الشم عنده. تستخدم القهوة لتجميل سواء رجل أو امرأة، وهاي تنحط على الوجه
ويفرك الوجه، خاصة الرجال بالحلاقة أو اللي عندهم حبيبات، هذه تنظف الجلد. البودرة طبعا مطحونة، بس مو مطحونة ناعمة كلش، شوي. وساعات القهوة الحفالة اللي تضل، لأن احنا ما ننزل القهوة في الدلة، الظل هذه ياخذونها يحطونها في قماش وفركون فيها الجلد. هذه حق التنظيف وروحان الحبيبات اللي في الوجه. وكريمات تستخدم، وبعد الحلاقة يقدر الواحد، خاصة عند الرجال، انه يغسل وجهه في ماء القهوة. هذا يخلي يعطي لمعة وجفاف في الوجه، تجديد البشرة. وإحنا قلنا تروح الحثالات وتروح الروائح. الحين طريقة القهوة، شلون تسوي القهوة؟ كلكم تعرفون؟ لا أنا ما بعرف. أوكي، طريقة القهوة 3 ملعقات من القهوة البودرة، 3 أكواب ماي. تخلي الماي في قدر، تخلينه على الجولة يطبخ شوي، بعدين تحطين فيه 3 ملعقات. بعدها تاخدين تحطين في الدلة زعفران، هيل، ماي ورد، أو بقيتين القرنفل. كم عدد حبات الهيل؟ الهيل مطحون لازم. يعني كم؟ نص معلقة شاي أو ملعقة شاي؟ ملعقة شاي حسب أنت مثل ما تحبين النكهة تكون. وهاي تتنقع، يعني تصبين عليها القهوة الحارة، تخلينها تنزلينها أول شيء في الدلة، وبعدين المية الحارة تحطين، والماء الورد تخلين وتسكينها وتخلينها تهدأ تخدر قبل لا تعطين. الحين شنو الاتيكيت مال القهوة؟ طبعا مسك الدلة والفنجان. هاي المسكة انا لحد الان دائما مو مسيطرة على وضع صب القهوة، فاتحاشى، بس هاي غلط. رديت دربيت روحي ونمسك الدلة دائما في ايد اليمين، في ايد اليسار، وايد اليمين الفنجان، ودائما ما نعطي ظهرنا حق الشخص. والمرأة عيب تضيف القهوة حق الرجال، لازم الرجال يضيف قهوة للرجال، والمرأة للمرأة للنساء. وعادة الفن مثل أرجع لكم للإمارات، في فن بشكل رهيب في الإمارات عن اهتمام عن القهوة، اللي هي في الكوينز محطوط عليهم سوفينير دلة القهوة، وفي عندهم اهتمام وسوفينيرات ثانية وعطور. عندنا مثل هذه عبارة عن دلة، بس هي مي دلة، هي عطور. عطر على شكل دلة، وهاي الإمارات تفني. وفي طبعا تحف في الشوارع دلة قهوة،
واحنا نفس الشيء في البحرين. السعودية عندهم اهتمام بعد هذا الصناعة السورية. نعم صناعة سورية. لا هذه مو من النحاس. لا هذه الامارات. من الامارات اماراتية. في عندنا نوعيات الدلة اللي نحط فيها القهوة. طبعا عندي صنع بحريني. هاي صنع بحريني وعليه رسومات. وهاي القمة لاحظوا القمة كلها واقفة كذي. هاي الانفينيتي لا نهاية. مثل المساجد دائما لهم. تعبير عن عدم النهاية. هذا لغويا أصح من الطريقة الأمريكا. شكرا. وبعدين الأولين الدلة ما في فلاسك بداخل. بس هالأيام تلاقون الفلاسكات تشكيلات مفصل حق سهرة حق الأعراس وآخر وفي الدلة العمانية عندنا هاي الكبيرة الدلة العمانية مزخرفة نفس الشيء واليمنية بعد نفس الشيء على عمرك هاي الدلة بحرينية بحرينية بعد نفس الشيء في الخليج الثاني بس عادة في عمان هذه دلة تشكيلة احنا هذه نوعية احنا النوعين عندنا هذه الجريشية عندنا رسلان رسلان والعمانيين دلتهم واليمنيين دلتهم شوي اوسع من دلت احنا هذه الطريقة نفس الخام الأوليين كانوا يستخدمون المنقلة. في عندنا نوعين، نوع الصغير هاي الأبيض بحريني، هذا اللي كانوا الأوليين يستخدمون المنقلة. هاي عقب ما الحطب فترة الحطب راحت. كانوا يحطون الفحم وخلونه رمل في المنقلة وبعدين الفحم وقعدون الدلة عشان يظل القهوة صاخنة حق الضيوف. وبعدين في النهاية في دائما أمنيات للقهوة. والفنون طبعا الحثالة مالت القهوة يستخدمونها في الفن نفس الشيء للرسم. الفنانين تسوى لوحات بالقهوة. لازم طحان القهوة يكون كلش ناعم ويكون في الماكينة مو في الهواء. وهذه أواخر القهوة. إذا عندكم أي أسئلة أي شيء تفضلوا.